على خلاف ما هو متبع في مواسم الصيف السابقة، حيث اعتادت الكنائس المحلية من خلال الفرق الكشفية على إقامة المخيمات الصيفية التي تشتمل على أنشطة متعددة، إلا أنه بسبب انتشار فيروس كورونا فقد ارتأت الفعاليات الرعوية هذا العام إقامة المخيمات الرقمية للشباب من خلال شبكة الإنترنت وهم في منازلهم. وللمزيد حول هذه الأساليب المبتكرة، فقد أجرت نورسات الأردن وعبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ومن خلال حلقتها في عيد العنصرة تسجيلاً صوتياً مع العديد من الشخصيات الفاعلة في الحقل الكنسي ضمن برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه مديرة مكتب نورسات الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج رايحة للحديث عن الخطة المستقبلية في زمن كورونا. فإلى هناك. احنا لخطتنا للمستقبل، خلينا نحكي احنا هلا راح يكون مع نشاطات ومخيمات واشياء، ولكن مع التطور اللي صار اللي هو راح تكون إلكترونية، راح يكون عندنا مخيمات رقمية مع الشباب. حلوة. الى ان يتم الى ان يتم فتح المدارس ونشاطات المدارس. انتوا بتعرفوا احنا الاعمار اللي عندنا بالمجموعات الكشفية او اغلب نشاطاتنا طلابية، نعم، هي بتكون تقريبا من التعليمات المدارس تقريبا متشابهة مع بعض. فلو تم فتح المخيمات والمواقع اللي بنقدر احنا نخيم فيها وتم اعطائنا هاي التصاريح، بداية راح يكون مع الشباب عشيرة الجوالة اللي هم الشباب الجامعية، خلينا نحكي، نعم. راح يكون شغلنا معهم على لأنه عندهم كمية وعي عالي، خلينا نعم. نحكي أكبر من نعم. الأطفال، نقدر ننزل معهم على الميادين، نعم. فراح نشتغل معهم، الباقي راح يتم متابعتهم من خلال التطبيقات الحديثة. طبعا زي ما كنا خلال فترة الجائحة احنا عم نشتغل معهم، احنا ما تم انقطاع اي شيء، نعم، مع التواصل للشباب. فهذه راح تكون هلا كفترة مبدئية نشتغل فيها بهذه الطريقة معهم. كيف بدكم تطبقوا مخيم رقمي على شيء يعني لازم تطبيق عملي ولازم دائما تكونوا في الميدان او بالموقع؟ ففسرنا اياه كيف يعني تطبيق رقمي او مخيم رقمي. هلا احكي لك، احنا اجمالا طبعا تعرف الكشاف هي حياة الخلاء، حياة الطبيعة طبعا، اكيد. هلا انه نقدر نعطي هذه الصبغة بتاعتنا عن طريق الالكترونيات او خلينا نقول المخيمات الرقمية ما راح تكون هالقد فعالة، ولكن راح ناخذ بعض الاجزاء منها اللي بنقدر احنا نطورها ونعملها عن طريق التطبيقات، عن طريق خلينا نحكي الاشياء الرقميه والمخيمات الرقميه. نعم. راح يكون عندنا ان شاء الله مخيم خلال الشهر القادم، خلال شهر 7، وعم نحضر له، وان شاء الله راح يكون طبعا هو رقمي مع شيء مش ارض واقع، راح يكون راح يكون في تواصل من الشباب القادة مع الأفراد اللي راح يكونوا مشاركين في هذا المخيم بمنازلهم، وراح يتم العمل عليه بالطريقة الرقمية. حولنا الأمور لرقمية، فعملنا دراسات كشفية للقادة رقمية، عملنا شارات هواية ومسابقات لأولادنا رقمية، مسابقات دينية خليناهم يتصوروا ويبعثوا ويعملوا فيديوهات بالشعنين ويعملوا فيديوهات بالفصح ويعملوا فيديوهات بالعنصرة ويعملوا أشغال يدوية من بيوتهم. لأنه أبقينا على التواصل مع أفرادنا ومع قادتنا، لأنه لو منعتنا الكورونا نلتقي فيهم على أرض الواقع في اجتماعات أسبوعية زي ما احنا متعودين، وفي نشاطات عامة كمخيمات ورحلات، ولكن لسه المجال مفتوح نحن نلتقي فيهم عبر السكايب، عبر الزوم، عبر الوسائل الرقمية المتاحة لنا اللي ما كنا عم نستغلها بالشكل الأنسب. فهلأ عم نحاول نستغلها قدر المستطاع. نحن طبعا في المخيمات منعلم الأولاد وممكن نحافظ على التباعد وعلى أساليب الوقاية، وإن كان مش مخيمات ممكن بالاجتماعات. يعني رجعنا نشكر الله، رجعنا مبارح لكنايسنا صلينا، وكان في التزام بمعايير الصحة وكان في التزام بالتباعد، وكان قداس جميل بعد عودة لأكثر من 80 يوم للصلوات. نعم. فنشكر الله على الكورونا ونشكر الله على الكورونا اللي عم بتروح، وإن شاء الله ما تنعاد. نحن الكورونا اللي ألمنا فيه هو الألم والوجع والموت اللي صار أكثر منه الحظر المنزلي.